بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بإذن الله هندرس مع بعض مادة مقدمة في التربية الخاصة، هتقدمها لكم إن شاء الله دكتورة نهى الزيات، أستاذ علم نفس الطفل المساعد بكلية التربية للطفولة المبكرة، ووكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. هنتناول بإذن الله في المقرر عدد من الإعاقات. هنبدأها في البداية بمعرفة ماهية التربية الخاصة، أسبابها، معدل انتشارها في المجتمع، ثم سنتناول في المحاضرات التالية الإعاقة العقلية، الإعاقة السمعية، الإعاقة البصرية، صعوبات التعلم، وهننهي بالموهوبين بإذن الله. في البداية عايزين نفرق ما بين التربية العامة والتربية الخاصة. احنا بنقول هندرس مقدمة في التربية الخاصة، فما معنى التربية الخاصة؟ بنقول انه التربية العامة هي اللي بتعتمد على المناهج التي تعدها وزارة التربية والتعليم. هذه المناهج تراعي غالبية الأطفال، لكنها لا تتضمن سوى الإعاقات البسيطة فقط، الإعاقة العقلية البسيطة، الإعاقة السمعية البسيطة، يعني اللي بيستخدموا معينات سمعية، ضعاف البصر بيستخدموا معينات بصرية، فبيكونوا مدمجين مع الأطفال العاديين، لكن لا تقدم ليهم برامج خاصة بيهم. لكن معنى التربية الخاصة أنه هناك برامج معدة لأطفال من فئات معينة ذوي إعاقات معينة. كان البعض في الماضي يرى أن التربية الخاصة هي تطلق على ذوي الإعاقات فقط أو أحيانا المسنين، لكن مع التطور أصبحت تطلق على الأشخاص اللي بيحتاجوا إلى برامج معينة. بنقول إنه بالنسبة للإعاقة هي حال من أحوال الإنسان بتظهر فيه أعلى درجات الدراما الإنسانية، الدراما الإنسانية بكل ما تحمله المعنى الكلمة من معان. ممكن تكون المعاني دي معاني تراجيدية أو معاني مأساوية، ممكن تكون القسوة في التعبير لأنها بتصف مشاعرنا إحنا تجاه الإعاقة وليس طبيعة الإعاقة نفسها. الإعاقة وجدت على يعني نقول في العالم منذ بداية وجود البشر، وفي أشخاص ذوي إعاقات متعددة. إحنا قدام الإعاقات دي محتاجين، إحنا داخلين في تحدي، يعني الإعاقة بيكون ليها أسباب متعددة، بتعتمد على الناحية الطبية، على الناحية الاجتماعية، على الناحية النفسية. ما نقدرش نفصل كل نوع من هذه الأنواع على حدة، لكن نقول إن احنا نقدر نعمل يعني تصنيف للدراسة وليس تصنيف على الواقع. بنقول إنه على الرغم من إنه العلم بتحصل فيه طفرات علمية قوية جدا، إلا أننا لازلنا بنرى أن الإعاقات لازالت متواجدة. متواجدة ليه؟ لأن الطفرات العلمية اللي بتحدث في المجتمع بيقابلها أيضا مسببات لإعاقات جديدة. بنقول أنه أي مجتمع، هي الإعاقات دي ممكن تكون منتشرة في مجتمعات بعينها، لكنها هي موجودة في جميع المجتمعات، سواء المجتمعات المتقدمة أو المجتمعات النامية. بنقول أي مجتمع مهما وصل لدرجة من التقدم والتطور، لكن بتوجد بداخله أنواع مختلفة من الإعاقات. إحنا بنحاول بقدر الإمكان إن إحنا نصل لدرجة مساواة لهؤلاء الأشخاص اللي بيحتاجوا نوع معين من التربية الخاصة بالأطفال العاديين. لما بنيجي نتكلم على مفهوم التربية الخاصة، بنجد ان هو مفهوم مرتبط بالعصر الحديث،
يعني ما كانش مفهوم مطروح في السابق، وكان زي ما قلنا ان هو كان بيهدف لدراسة فئة المعاقين فقط، لكن بدأ الاهتمام بيه وبدأ يدخل في فئات أخرى، وأصبح الاهتمام بمجال التربية الخاصة منذ عام 1981 إلى أن أطلقوا عام دولي للمعاقين. بالنسبة لمجتمعاتنا العربية فهي بتبذل جهد في إطار السيطرة على هذه الأنواع من الإعاقات وإيجاد البرامج المناسبة لهؤلاء الأشخاص، لكنها بالمقارنة بالدول المتقدمة فالجهد بتاعها بنقول جهد محدد. ميدان التربية الخاصة من الميادين اللي واجهت قدر كبير جدا من التحديات في المجالات التربوية، والهدف من مجال التربية الخاصة هو تحسين قدرات ومهارات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بحيث ان هم يستطيعوا إدارة حياتهم بشكل كافي. بنقول ان ظاهرة الإعاقة هي مرتبطة بعوامل كتيرة، منها العوامل الوراثية ومنها العوامل الثقافية والاجتماعية، فما نقدرش ان احنا إن نوجه جهدنا كله لأن احنا نسيطر على جانب الوقاية من هذه الأمراض، لكنها إذا تواجدت بالفعل فإن احنا بنحاول إن احنا ندي للأشخاص دون نمط من الخدمات والبرامج التربوية اللي بتتضمن تعديلات خاصة سواء في الوسائل اللي بتقدم ليهم، سواء في المناهج، سواء في طرق التعليم المستخدمة منهم بما يتناسب مع حاجات هؤلاء الطلاب، لأنهم لا يستطيعوا مسيرة البرامج التربوية العادية اللي بتقدم للأطفال العاديين. طبعا ما فيش برامج خاصة لجميع الإعاقات، لكن كل نوع من أنواع الإعاقة له البرامج الخاصة به. الإعاقة السمعية ليها البرامج الخاصة بها، الإعاقة العقلية، الإعاقة البصرية، الموهوبين لهم أيضا التربية الخاصة أو البرامج الخاصة اللي بتقدم ليهم. أيضا بنتكلم عن التربية الخاصة إنها بتحاول إنها تقلل الفارق ما بين الطفل العادي والطفل ذوي الاحتياجات الخاصة. مجال تعريف الإعاقة بشكل عام هو مجال واسع. عرفت الإعاقة في البداية كأنها نوع من أنواع القصور الولادي أو المكتسب في أعضاء الجسم أو الحس، فبيقلل أو يعوق نهائيا الاستفادة من ذلك العضو أو يمنعه من القيام بوظائفه الأساسية، بمعنى أن العاجز هو اللي بيرتبط عجزه بعدم القدرة على مزاولة عمل يوفر له الكسب المناسب. تعريفات أخرى تناولة الإعاقة أو تناولة الشخص المعوق، وهو المواطن الذي استقر به عائق أو أكثر، هذا العائق بيقلل من قدرته ويجعله في أمس الحاجة إلى عون خارجي مؤسس على أسس علمية وتكنولوجية يعيدها إلى مستوى العادية أو إلى أقرب ما يكون إلى هذا المستوى. والمعوق في تعريف آخر هو كل فرد فقد قدرته على مزاولة عمله أو القيام بعمل آخر نتيجة لكسور بدني أو حسي أو عقلي، سواء كان هذا الكسور بسبب إصابته في حادث أو عجز ولادي أو مرض. في القانون في أيضا تعريف للشخص المعاق، وأنه يعرف المعوق بأنه كل شخص أصبح غير قادر على الاعتماد على نفسه في مزاولة عمله أو القيام بعمل آخر نقصت قدرته على ذلك نتيجة لكسور عضوي أو عقلي أو حسي أو نتيجة عجز خلقي
من الولادة. المعوق هو شخص ما اختارش الإعاقة بنفسه، ولكن الإعاقة هي فرضت عليه بغير إرادة منه. والمعوقين هم مواطنون تعرضوا بغير إرادة إلى مسببات بدنية أو عقلية أو حسية أعاقتهم عن السير قدما في طريق الحياة كغيرهم من الأسوياء. نجد من خلال التعريفات السابقة أنها بتركز على أن المعاق هو أو شخص المعوق هو شخص فقد قدرته على مزاولة الحياة بشكل طبيعي. في تعريف آخر، المعوق هو بأنه كل فرد نقصت إمكانياته للحصول على عمل مناسب والاستقرار فيه نقصا فعليا نتيجة لعاهة بدنية أو عقلية. عاهة محتاجين نعرف معناها أنها أي نقص بدني أو عقلي مستديم يمنع صاحبه من مزاولة عمل مناسب والاستقرار فيه. أيضا الإعاقة عبارة عن حالة من عدم القدرة على تلبية الفرد لمتطلبات أداء دوره الطبيعي في الحياة والمرتبط بعمره وجنسه وخصائصه الاجتماعية والثقافية، وذلك نتيجة الإصابة أو العجز في أداء الوظائف الفسيولوجية أو السيكولوجية. وبذلك الإعاقة هي صفة غير متوارثة. نجد أن مصطلح الطفل المعوق يشير إلى أنه الطفل الذي يعاني من حالة ضعف أو عجز تحد من قدرته أو تمنعه من القيام بالوظائف والأدوار المتوقعة منه أو ممن هم في عمره باستقلالية. والإعاقة هي ليست مرض بل حال انحراف تأخر ملحوظ في النمو الذي يعتبر عاديا من الناحية الجسمية أو الحسية أو العقلية أو السلوكية أو اللغوية أو التعليمية. وبالتالي بينجم عن ذلك احتياج الفرد لحاجات خاصة به اللي بنسميها الحاجات الفردية، ومحتاج لطرق غير تقليدية في التعلم وفي التدريب على مهارات الحياة الأساسية. الإعاقة أيضا هي حالة يعاني فيها الفرد من العجز أو الصعوبة في أداء نوع أو أكثر من الأعمال أو الأنشطة الجسمية أو الفكرية بالنسبة للأفراد العاديين الذين يتساوى معهم في العمر والجنس والدور الاجتماعي. هذه الأعمال هي تعد من الأعمال الضرورية للحياة اليومية. تعرف الإعاقة أيضا بأنها إصابة نفسية عقلية بدنية تسبب ضرر لنمو الإنسان وتطوره البدني والعقلي أو كلاهما معا، وقد تؤثر في حالته النفسية والتعليمية والتدريبية. إذا قارنا الفرد العادي أو الإنسان العادي بالإنسان المعوق بنجد أن في تفاوت في مجالات النمو المختلفة بينه وبين أقرانه في نفس المرحلة العمرية. وقد تكون أيضا الإعاقة الفرد بيعاني من إعاقة واحدة، وقد يكون عنده العديد من الإعاقات أو متعدد الإعاقة. هذه الإعاقة قد تسبب للفرد إما عجز جزئي أو عجز كلي، وقد تكون أولية من الولادة أو ثانوية بسبب بعض الأمراض مثل الالتهاب السحائي، أو قد تكون ناتجة لحوادث تعرض ليها الفرد. بمعنى أن الإعاقة هي عدم قدرة الفرد على الاستجابة للبيئة أو التكيف معها نتيجة مشكلات سلوكية أو عقلية أو جسمية، وهي كل ما يحول بين الإنسان وبين مسيرة حياته الطبيعية. بنقول هنا إن الإعاقة
باختصار هي كل ما يعوق الإنسان وتعوق قدراته الخاصة على أنها تزاول بشكل سوي بشكل طبيعي. في تعريفات الإعاقة قلنا أن التعريفات مش مرض، أنه الإعاقة ليست مرض وإنما ليها أسباب، مجموعة من الأسباب اللي بتؤدي لإعاقة الفرد عن مسيرة حياته بشكل طبيعي. الأسباب دي متعددة جدا، وكل فريق بحث أوجد لنا مجموعة من الأسباب بنحاول إن احنا نلخصها في أسباب، أولا أسباب وراثية وثانيا الأسباب البيئية. بالنسبة للوراثة، الأسباب الوراثية، وهي قد تكون خاصة ببعض الإعاقات وليست كلها، فبنقول إنه الوراثة من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى حدوث الإعاقة. إنه ممكن تكون صفة وراثية سائدة لدى أحد الوالدين وبالتالي بتنتقل إلى الطفل أثناء الحمل، وقد تكون أيضا صفة سائدة لدى الوالدين وبالتالي نسبة تواجدها عند الأطفال بتكون نسبة أكبر، وده بيكون راجع لنسبة كبيرة لزواج الأقارب. فعملية التربية الخاصة أو الإعاقات بتخضع لمجموعة من العوامل الثقافية، وبالرغم من معرفة الأفراد بأنه وجود صفة سائدة شاذة أو متنحية عند الوالدين واحتمالية انتقالها للأبناء من خلال زواج الأقارب بتكون معروفة، إلا أنه الأفراد طبقا للتقاليد الخاصة بمجتمعات معينة وثقافات معينة بيلجأوا لزواج الأقارب مع احتمالية وجود طفل معاق. بالإضافة أيضا لأنه مش بس زواج الأقارب، لكن في مهم جدا أنه يتعمل الفحص اللي بيتم قبل الزواج. الفحص الطبي ده مهم ان احنا نعرف اذا كان في حالات او صفات متنحية عند بعض الافراد واحتمال زواجهم بيكون في نسبة كبيرة لوجود طفل معاق. عندنا اسباب وراثية، عندنا في اسباب ما قبل الولادة. ما قبل الولادة في الغالب بتكون متعلقة بإصابة الأم الحامل بمجموعة من بمرض أو مجموعة أمراض أثناء الحمل، زي الحصبة وزي الالتهاب السحائي أو حدوث خلل في الجهاز العصبي المركزي للجنين داخل الأم، وخاصة في المراحل الأولى من الحمل، مما يؤدي لإصابة الجنين بالإعاقة العقلية أو السمعية أو البصرية أو الحركية. وقد تكون أيضا أمراض جينية أو سوء تغذية أو تعرض الأم لأشعة زي أشعة إكس أو تناول عقاقير بدون استشارة مريض، عفوا استشارة طبيب. ممكن ما تكونش الأسباب دي كلها، لكن تكون الأم متواجدة في بيئة فيها تلوث كيميائي فبالتالي بتؤدي بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر لحدوث الإعاقة. وأيضا اختلاف اللي هو العامل RH بين الأم والجنين بيعمل على تكوين أجسام مضادة بتقضي على الجنين أو أنه يولد وهو مصاحب بإعاقة. أسباب ما قبل الولادة أو أثناء الحمل، وفي أسباب متعلقة بالولادة بعملية الولادة نفسها. ويمكن بنقول مع انتشار الوعي بقت الأسباب دي بتقل لكنها لم تنتهي، منها نقص الأكسجين أو صدمات
جسدية بتحدث للجنين خاصة في منطقة الدماغ، ودي طبعا في منتهى الخطورة وبتؤدي لإصابة خلايا الدماغ بالنسبة للطفل. أيضا التهابات ممكن تحدث للطفل نتيجة استخدام أدوات غير معقمة أثناء الولادة. عندنا نوع رابع من الأسباب، وهي أسباب ما بعد الولادة، منها سوء التغذية الخاص بالطفل، الحوادث اللي ممكن تحصل للطفل، يقع على راسه، ممكن يتخبط في شيء فبيؤدي لصدمات بتحصل في الدماغ، أمراض أو التهابات أو ارتفاع في درجة حرارة بشكل مبالغ فيه ويستمر لفترة بدون علاج، إصابة شبكة العين، إصابة طبلة الأذن، أو زيادة في المادة الصبغية المحاطة المتواجدة على طبلة الأذن. فبنقول هنا عندنا ثلاث أسباب، أسباب مرتبطة بمرحلة ما قبل الولادة ومرحلة الولادة ومرحلة ما بعد الولادة. الأم الحامل أو الجنين ممكن تحصل لهم مشكلات، منها أن الأم ممكن تتعرض لأمراض خطيرة زي الحصبة الألمانية وأمراض القلب والكلى والربو أو تسمم الحمل. أيضا تعرض الأم الحامل لعوامل ضارة مثل التدخين والكحوليات والأدوية والأشعة، ممكن اللي هي عملية ولادة الطفل قبل اكتمال أجزائه، يعني قبل موعده، الطفل ما اكتملش نموه وكان في اضطرار لأن الطفل يولد، فطبعا الطفل في الحالة دي بيولد وهو عنده بعض الكسور. زي ما قلنا قبل كده عامل الار اتش مهم جدا، اللي هو المختلف ما بين الأم والجنين. في مجموعة من العوامل الوراثية ومجموعة من الاضطرابات الكروموسومية. أيضا من الأسباب المرتبطة بمرحلة الولادة أن بيكون في إصابة للدماغ أو صعوبات الولادة، ارتفاع نسبة المادة الصفراء لدى الأطفال، النزيف اللي قد يحدث للأم أثناء الولادة، نقص الأكسجين، أيضا استخدام العقاقير المخدرة أثناء الولادة، أو نتيجة للجهل فبيكون استخدام أساليب خاصة أو طرق خاطئة لعملية الولادة. في مجموعة أخرى من الاضطرابات اللي ممكن تحصل للأم ما بعد الولادة، مرحلة ما بعد الولادة، المتغيرات الطبية أو البيئية دي، منها أن الطفل بعد ما اتولد بيصاب بالالتهاب السحائي، قد تكون الاضطرابات الأسرية، الأسرة اللي بينشأ فيها الطفل فيها مجموعة من الاضطرابات الأسرية، أو الخلافات اللي بتسبب مشاكل بالنسبة لصحة الأم واللي بتنتقل بعد كده للجنين. زي ما قلنا أيضا الإصابات المختلفة اللي بتحدث عند إصابة رأس الطفل، أمراض مزمنة، أو بعض العقاقير الطبية المصرح بيها لكن بيساء استخدامها فتستخدم بشكل مبالغ فيه، التعرض للرصاص او غاز او الاكسيد الكربون، او الاصابة بالحمى. قد تكون ايضا في بعض الاعاقات الجسمية والحركية والجنسية والعقلية والذاتية بتحدث نتيجة لاسباب وعوامل وظروف اقتصادية وصحية واجتماعية متعددة. بتختلف هذه الأسباب وبيختلف تأثيرها أيضا على الأم وعلى الطفل طبقا لسن الأم وسن الطفل عند تعرضه لهذه الإصابة.
بنجد منها العوامل الاجتماعية زي ما قلنا زواج الأقارب في منتهى الخطورة، هو عملية زواج الأقارب، وبالتالي بنقول لابد من الفحص الجيد الطبي الجيد قبل الزواج، خاصة في زواج الأقارب. هناك سن محددة للزواج، يعني للقدرة على إنجاب الطفل. بالنسبة للأم هي بتكون ما بين 18 ل 20 سنة. الزواج المبكر قبل السن ده قد ينتج عنه ولادة طفل معاق أو تأخر في الإنجاب. يعني السن الأم اللي بتلد طفل بعد سن 40 فبيكون نسبة إصابة الطفل بالأعاقات بتكون نسبة كبيرة. الأم لابد أن ترعى أطفالها خاصة في المرحلة العمرية الأولى، لأن الطفل محتاج لملاحظة مستمرة والأم هي أقدر الأشخاص على هذه الملاحظة. وبالتالي الأمهات اللي بتخرج وتسيب أطفالها فبنقول يعني ان تكون ما تكونش فترات زمنية طويلة. ايضا ارتفاع معدلات الانجاب، الام اللي ابتلت عدد كبير من الاطفال فده بيأثر على صحة الام، وبالتالي بيؤثر على صحة الجنين او صحة الطفل اللي بتنجبه. في ايضا اسباب اخرى زي انه الام بتكون عندها رفض للزوج، وبالتالي هي بتكون في حالة نفسية سيئة وده بيأثر على الجنين اللي بيكون بداخلها. في عوامل مرتبطة بالناحية الصحية، في ارتباط قوي ما بين الأوضاع الصحية والغذائية ومشكلة الإعاقة. إذا لم يتم مثلا علاج الحمى الشوكية بشكل مبكر فبتؤدي إلى إعاقة عقلية أو فقدان بصر أو فقدان السمع أو القدرة الحركية بشكل عام والإصابة بالرمد. كذلك ارتفاع ضغط العين والحصبة الألمانية إذا أصيبت بهم الأم أثناء الحمل فده بيؤدي إلى تخلف عقلي في الجنين أو حالات بعض حالات التوحد أو الشلل بالنسبة للطفل. أيضا بتؤدي حالات الإسهال والجفاف اللي قد يتعرض ليها الطفل نتيجة لسوء التغذية قد تؤدي أيضا إلى إعاقات ذهنية وجسمية. في بعض الأمراض مثل مرض السل وأمراض الجهاز التنفسي قد تؤدي أيضا إلى إعاقات ذهنية وجسمية. بنقول إن الأم بينصحوها دايما في الشهور الأولى بتناول منتجات بتحتوي على نسبة كالسيوم كبيرة لأنها مهمة جدا بالنسبة لنمو الطفل. وينصحوا الأم بأنه في قبل الولادة أو يعني في شهر الثامن أو التاسع فهي بتقلل من كم الكالسيوم اللي هي بتاخده في المنتجات اللي بتحتوي على الكالسيوم، وتهتم بالمنتجات اللي بتحتوي على الحديد. ليه؟ عشان عظم الطفل ما يبقاش جامد بالقدر اللي يعمل مشكلات أثناء الولادة. لكن نقص الكالسيوم ونقص فيتامين د بيؤدي الى لين العظام والقصور الحركي وقد يؤدي الى القصاع عند الاطفال، كما ان نقص فيتامين د بيؤدي الى فقدان البصر. سوء التغذية لو عانت منه الام فده بيسبب لها مشكلات في انه الحمل ممكن ما يكملش او انها تولد طفل مبتسر.
توجد أيضا عوامل وراثية بتكون من العوامل المسببة للإعاقة عن طريق الجينات أو عن طريق العوامل الوراثية اللي بتنتقل من جيل إلى آخر، وقد تظهر الإعاقة في جيل معين ولا تظهر في الجيل، ظهرت في الجيل الأول لا تظهر في الجيل الثاني، فممكن يؤدي إلى توارث نوع آخر من أنواع التخلف العقلي. أيضا عملية الحوادث أو تعرض الأم أثناء أو بعد الولادة لحوادث، فده بيؤدي إلى احتمالية أن يكون الطفل طفل معاق. اتكلمنا عن أسباب وراثية وأسباب ما قبل الولادة وأثناء الحمل وأثناء ما بعد الولادة. في أيضا أسباب نفسية وفسيولوجية بتؤدي للإعاقة. في أنماط حياتية وبيئية بتؤدي لوجود الإعاقة دي، يعني الأشخاص اللي بيعيشوا في مناطق بتحتوي على قدر كبير جدا من الضوضاء، فعملية الضوضاء والصوت العالي بشكل مستمر بيؤدي لوجود إعاقات معينة في الأذن، وقد يؤدي إلى إعاقة سمعية. أيضا المستوى المعيشي أو الحالة الاقتصادية للأسرة بتخلي إنه مفيش اهتمام بالطفل بالقدر الكافي اللي يعمل على نموه في كافة المجالات، وبالتالي بتكون عنده نسبة احتمال لنسبة إصابته بالإعاقة. بنقول إنه المجتمع بحاجة إلى التثقيف في المشاكل النفسية الموجودة بداخل الأسرة، وإزاي إنه في عالم النفس أو الأخصائيين النفسيين هم أشخاص مهمين بيتعاملوا مع كافة الأفراد وليس الأفراد المصابة بأمراض نفسية فقط، وده كنوع من أنواع التكامل النفسي أو الاتزان النفسي اللي يحصل للفرد. فبنقول مهم إن يكون الأفراد عندهم قدر من الثقافة النفسية. بنقول إنه أجسام الأفراد هي بتستجيب للمشاعر العنيفة زي الفرح، زي الكراهية، زي الغيظ، العنف، استجابات مخيفة، فبتنشط بعض الغدد اللي بتصيب الفرد ببعض الأمراض زي عسر الهضم والشعور المستمر بالضيق والشعور بالإرهاق بشكل كبير. وبنقول إنه مهم جدا إن احنا نتعامل مع الشخص المعاق على إنه هو نتيجة للوراثة والبيئة معا، أو أي شخص هو نتاج لعوامل وراثية وعوامل بيئية، مفيش عامل هو اللي بيكون هو السائد أو هو المسيطر، لكن تفاعل الاثنين مع بعض بيكون نتاج للفرد أو النشاط النفسي الخاص بيه. بنقول ليه وراثة وبيئة؟ هو بيستند دول الدراسات اللي كان فيها بعض الأشخاص وكانوا متواجدين في الغابة لظروف معينة، فالطفل نشأ وهو بيتصرف تصرفات الحيوانات، والأصوات اللي بيصدرها هي أصوات شبيهة بأصواتهم، ده نتيجة لأن هو عايش في بيئة غير ملائمة لمعيشة الإنسان. بنقول ان احنا عندنا اهداف العلم ثلاث حاجات. ايه هي اهداف العلم؟ انه الفهم والتنبؤ والضبط للسلوك، فهم وتنبؤ وضبط، وده اللي بتحاول تعمله جميع الدراسات اللي بتتناول مجال التربية الخاصة. لو جينا نتكلم عن نسبة الإعاقة فنحن نقدر نصل إلى نسبة إعاقة
صحيحة في المجتمعات المتقدمة. لكن في بالنسبة للمجتمعات النامية بنقول إن النسب دي مش واضحة. ليه؟ لأن إحنا عندنا ما عندناش بيانات كاملة، وإحنا بنستدل من خلال معلومات وليست بيانات. يعني إيه بنستدل من خلال المعلومات وليست البيانات؟ لأن أنا ما عنديش إحصائيات بتقولي عدد الأطفال المعاقين عقليا قد إيه في المجتمع، المعاقين بصريا، المعاقين سمعيا، المعاقين حركيا، الأطفال اللي عندهم درجات بسيطة من الإعاقة، الأطفال اللي بيولدوا بأمراض بيتوفوا نتيجة إصابتهم بأمراض معينة. أنا ما عنديش الإحصائيات أو البيانات دي داخل المجتمع، لكن عندي بيانات بتديني مؤشرات. يعني لو افترضنا إنه في المجتمع نسبة الوفيات، يعني احنا نعرف إن احنا عندنا الجهاز المركزي للإحصاء بيطلع لنا نسبة المواليد ونسبة الوفيات. فمن خلال الاستدلال من نسب الوفيات اللي بتقول لنا إنه الأفراد المصابين مثلا بمرض السرطان توفى عدد كذا، فأنا المعلومات اللي أنا بستند عليها إنه لو قالوا إنه في 20,000 توفوا من بمرض السرطان، فنقول انه نسبة تواجد المرض اكبر من كده. ليه؟ لانه احنا عندنا ما عندناش ثقافة اللي هو الكشف الطبي الدوري، انه الاشخاص يعملوا كشف دوري للاطمئنان على انفسهم. الناس بتروح للطبيب بعد ما بيكون تمكن منها المرض. فبالتالي انا استدل من خلال معلومات، لانه انا ما عنديش البيانات الاحصائيه الكافيه. بنقول انه في المجتمعات الغربيه هم محددين النسب دي. بنقول انه هيئه الامم المتحده حددت لنا ان نسبه المعاقين في العالم تمثل 10% من حجم السكان، وان نسبة المعوقين قد يصلوا على مستوى العالم كله 450 مليون. من ال 450 مليون 80% منهم هي موجودة في الدول النامية، وهي نسبة مش مبالغ فيها، لانه الدول النامية هي اللي بتعاني من انتشار للاعاقات المختلفة. بنقول ان احنا ما عندناش احصاءات دقيقة عن المعاقين، وتكاد تكون الاحصاءات دي نادرة، الى انه منظمة اليونسكو وفق لاراء الخبراء ونتائج بعض الاستقصاءات قالت لنا ان ما نسبته من 10-15% من الاطفال هم من ذوي الحاجات الخاصة. وفي إشارة لأحد التقارير الصادرة في بريطانيا وجدوا أن 1 من كل 5 أو 6 تلاميذ بيحتاج لخدمات في التربية الخاصة خلال فترة التحاقه بالمدرسة. وفي بعض الدول بتتراوح نسبة هذه الفئة بتزيد إلى 20-25% من طلبة المدارس العادية. بنقول انه منظمة الصحة العالمية الارقام بتاعتها بتشير الى ان اعداد المعاقين في تزايد. وقلنا قبل كده انه فيه بالرغم من التقدم العلمي والثورة العلمية اللي حصلت، لكن الثورة دي انتجت لنا مسببات لامراض او اعاقات اخرى. كانت الارقام في السابق كانت بتشير الى ان حالات الاعاقة المتوسطة والشديدة نسبتها من 2-4%، لكن الاحصاءات الحديثة قالت انه نسبة الاعاقة زادت من بدل من 2-4% وصلت الى 8-10%. وبدأوا يستخدموا مصطلحات اخرى، ما بقاش مصطلح الاعاقة
بعنف المصطلح او بقسوته، لكن يقولوا الافراد ذوي الاحتياجات الخاصة عشان يقللوا من الايقاع النفسي لمصطلح الاعاقة. لما نيجي نتكلم عن العالم العربي او بنتكلم عن الدول النامية بشكل عام، بنقول انه ما فيش احصاءات رسمية موثقة، فعدد المعاقين يقدر بحوالي 20 مليون شخص معاق، وفي افريقيا بيزيد عدد المعاقين عن 100 مليون شخص، والاعداد دي في تزايد باستمرار. ومن هنا كان في يعني اهتمام كبير بهذه الفئة وبالبرامج اللي بتقدم ليها. بنقول ان عندنا اعاقات في الدول المتقدمة واعاقات في الدول النامية. نسبة الاعاقة المختلف ده له اسبابه. اول الاسباب دي انه في المجتمعات او في الدول النامية عندهم نسبة امية عالية، وبالتالي بيكون حوالي اكتر من 40% من اجمالي تعداد السكان بيعاني من الامية، وبالتالي بيأثر على التربية الثقافية ومعدل انتشار الاعاقة. عندنا في مجتمعنا ايضا مفهوم العزوة، انه يكون الاسرة عندها اطفال كتير بصرف النظر عن الخدمات اللي الاسرة دي بتوفرها، من منطلق ان كل واحد بيجي برزقه. حتى الاسرة اللي عندهم استعداد ان يولد طفل استعداد وراثي او يعني الاجتماعي جينات ان يكون في طفل معاق، احتمالية انجابهم لطفل معاق، ممكن يجيبوا طفل ويطلع معاق ويحاولوا مرة تانية وتالتة ورابعة، وما بييأسوش ان يكون عندهم طفل طبيعي، وبالتالي بتزيد عدد الاطفال المعاقين في المجتمع. نسبة الاطفال في المجتمعات النامية هي نسبة عدد كبير جدا، قد يصل في بعض المجتمعات الى حوالي 48% من تعداد السكان في بشكل عام. لكن لو شفنا النسبة دي في المجتمعات المتقدمة هنجد انها تقريبا ربع المجتمع، اللي هي من 22 لـ28% من عدد السكان. ايضا الدول الصناعية الكبرى بيكون عندهم وعي صحي ووعي غذائي، ده احنا بنعاني منه في مجتمعاتنا العربية، وفكرة التثقيف الصحي والتثقيف الغذائي. ايضا عملية الانجاب والسن المناسب ليها واهمية الفحص قبل الزواج مهمة جدا، لكن هي ثقافة غير منتشرة في المجتمعات النامية. والاساسي طبعا اللي هو زواج الاقارب، اللي هو بيكون مسبب كبير لزيادة معدلات حدوث الاعاقة في اي مجتمع، لانه ايضا زواج الاقارب هو مرتبط بالفكر القبلي او فكرة العيلة القاصرة على نفسها، انه مفيش زواج خارج نطاق العيلة. اتكلمنا عن اسباب الاعاقة بشكل عام، اسباب زي ما قلنا في اسباب وراثية واسباب ما قبل الولادة واثناء الولادة وما بعد الولادة، اسباب متعلقة بالناحية الثقافية والاجتماعية داخل المجتمع. اتكلمنا عن نسبة الاعاقة وانها مش محددة بدقة في مجتمعاتنا. اتكلمنا عن اسباب او التفاوت ما بين عدد الاطفال المعاقين او نسبة المعاقين في مجتمعاتنا بالمقارنة بالمجتمعات الغربية.
بعد كده هنتكلم عن كل نوع من أنواع الإعاقة على حدة. هنبدأ أول أنواع الإعاقات دي بالإعاقة العقلية، وفي الإعاقة العقلية هنبدأ زيها زي أي متغير، إحنا بنبحث عن التاريخ الإعاقة العقلية، مفهوم الإعاقة العقلية، تعريفها، أسبابها، تصنيفاتها، خصائص الإعاقة العقلية، طرق التشخيص، مشكلات تشخيص الإعاقة العقلية. بنقول كل مجتمع بيحاول ينهض، فهو بينهض بجميع أفراده، بمعنى ان كل فئات المجتمع لابد ان تجد الاهتمام والرعاية بيها. ومن هذه الفئات اللي احنا قلنا انه نسبتها مش قليلة في المجتمع هو الافراد ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنهم ذوي الاعاقة العقلية. والاعاقة العقلية هي موجودة على مر العصور، يعني من خلال الآثار ومن خلال الكتابات بنجد أنه الإعاقة العقلية كانت متواجدة على الأرض منذ القدم. في بعض الاتجاهات اللي تناولت تعريفات الإعاقة العقلية كل واحد من منظور معين. من تعريفات الإعاقة العقلية إنها مستوى من الأداء الوظيفي الذي يقل عن متوسط الذكاء بانحرافين معياريين، ويصاحب ذلك قصور واضح في السلوك التكيفي، ويظهر في مراحل العمر النمائية. ركز على الجزء الخاص بمراحل العمر النمائية، لأن الإعاقة العقلية بتحدث منذ الميلاد وعلى مدار العمر حتى سن 18 عام. بنقول ان احنا كلنا كافراد احنا موجودين تحت المنحنى الاعتدالي. المنحنى الاعتدالي الغالبية العظمى من الافراد اللي بتتراوح نسبة ذكائهم من 90 ل115 بيوجدوا في المنتصف، بيوجد على الاطراف المنحنى الاعتدالي فئتين، أو الفئات الأخرى اللي بتكون أقل منها فئة الإعاقة العقلية، سواء كانت إعاقة عقلية بسيطة أو متوسطة أو شديدة، وبتقل نسبة تواجدهم. يعني الإعاقة البسيطة نسبتها أكبر من الإعاقة المتوسطة، والإعاقة المتوسطة نسبتهم أكبر من الإعاقة العقلية الشديدة. على الطرف الآخر من المنحنى بنقول ان ايضا بتكون نسبتهم قليلة في المجتمع، هي فئة المتفوقين عقليا وفئة العباقرة. وفئة المتفوقين عقليا هي اكثر من فئة العباقرة. نجد ايضا تعريف الجمعية الامريكية للتخلف العقلي بانه اعاقة تتصف بنقص في القدرة العقلية وفي السلوك التكيفي، وتظهر في المهارات الاجتماعية والمهارات التكيفية والوظيفية، وزي ما قلنا بيظهر في خلال مراحل العمر النمائية اللي هي قبل 18 سنة. في تعريف آخر للإعاقة العقلية أنها حالة نقص أو تأخر أو توقف أو عدم اكتمال النمو العقلي المعرفي، بيولد بها الفرد في سن مبكر نتيجة عوامل وراثية أو بيئية بتؤثر على الجهاز العصبي، مما يؤدي إلى نقص في الذكاء، وتتضح آثار هذا النقص في ضعف مستوى أداء الفرد في المجالات اللي بترتبط بالنضج والتعليم والتوافق النفسي والتوافق الاجتماعي والمهني في حدود انحرافين معياريين سالبين. وتعرف أيضا الإعاقة العقلية بأنها حالة من توقف النمو العقلي أو عدم اكتماله، بتحدث قبل سن 18، إما بسبب الوراثة أو الإصابة
أو نتيجة الحوادث المكتسبة من البيئة. وفي تعريف آخر أنه أداء عقلي دون المتوسط ويظهر متلازما مع قصور في السلوك التكيفي للفرد خلال فترة النمو. المعاقين عقليا هي درجات. ففي تعريف للطفل المعاق عقليا القابل للتعليم، ويعرف الأطفال المعاقين عقليا القابلين للتعليم بأنهم هم الأطفال الموجودين بمدارس التربية الفكرية، ويطلق عليهم فئة المتخلفين عقليا القابلين للتعليم، ونسبة ذكائهم بتكون من 50 لـ70، وهم ذو قدرة محدودة أو تخلف القدرة العقلية بتؤدي إلى تأخر تعليمي واضح، ودي أفضل فئة من فئات التخلف العقلي اللي هي الفئة اللي بتتراوح من 50 لـ70. بنجد أيضا أنه في شخص تعريف آخر بيعرفه بأنها شخص يعاني عجزا عقليا وظيفيا أو اجتماعيا أو أكاديميا نتيجة لنقص في الكفاءة العقلية. بنجد أنه بنقول ان الطفل المتخلف عقليا القابل للتعليم هو الطفل اللي نسبة ذكائه من 50 لـ70. احنا قلنا ان معظم الافراد بيكونوا موجودين من 90 لـ115. الفئة اللي هي من 70 لـ90 دي الفئة اللي بنطلق عليها فئة البين بين. يعني ايه بين بين؟ يعني الفئة دي المتواجدة في يعني في المجتمع، لكنها لا تصنف على انها اعاقة عقلية ولا تصنف على انهم اطفال عاديين. او بنجد ان هذه الفئة متواجدة في الروضات وفي المدارس في العمليات التعليمية بشكل عام، لكنها بتعاني من تعثر شديد في العملية التعليمية. بنظلم الفئة دي إذا تم تصنيفهم على أنهم متخلفين عقليا، وأيضا بنظلمهم في أنهم يكونوا مع الأطفال العاديين وهم قدراتهم أقل بكثير من الأطفال العاديين. وهذه الفئة لا توجد لها مؤسسة بتهتم بيها يمكن على مستوى الوطن العربي كل. بنتكلم تاني عن الإعاقة. الأطفال المعاقين عقليا بيعرفوا بأنه شخص يعاني عجزا عقليا وظيفيا أو اجتماعيا أو أكاديميا نتيجة لنقص في الكفاءة العقلية. كذلك أيضا بيعرف الطفل المعاق بأنه الطفل الذي لديه الحد الأدنى من القابلية لتعلم المواد الدراسية ومتوافق اجتماعيا بدرجة تجعله مستقلا ومعتمدا على نفسه في المجتمع، ولديه الحد الأدنى من الكفاية المهنية بالدرجة اللي بتمكنه من انه هو يساعد نفسه بشكل جزئي او شكل كلي في مرحلة الرشد. يعني الطفل المعاق عقليا القابل للتعلم هو بيتقدم ليه في مدارس التربية الفكرية البرامج اللي بتؤهله انه يعتمد على نفسه في المستقبل حينما يصبح شخص راشد، بحيث انه يقدر يمارس عمل معين او ان هو يقدر يمارس مهنة معينة. لما نيجي نتكلم عن تصنيفات الاطفال المعاقين عقليا بنجد ان في تباين ايضا في التناول هذه التصنيفات من قبل الباحثين. في مجموعة من التصنيفات احنا هنتناولها. التصنيف اولا التصنيف حسب درجة الاعاقة. التصنيف حسب درجة الاعاقة يعني من خلال تطبيق اختبار له قيمة ومعترف به دوليا زي اختبار ستانفورد بيني الصورة الخامسة. ده اختبار هو اللي بيحدد لنا درجة الذكاء عند الفرد ده كام درجة بالظبط، وبالتالي
هل هو بيحدد بناء عليها هل هو تخلف عقلي أولي أو تخلف عقلي ثانوي أو تخلف عقلي مختلط أو تخلف عقلي غير محدد الأسباب. التخلف العقلي البسيط اللي هو من 50 لـ70، تخلف عقلي متوسط اللي هو من 35 لـ49، في تخلف عقلي شديد اللي هو من 25 لـ35، وفي التخلف عقلي شديد جدا اللي هو نسبة ذكاء بتكون أقل من 25. في تصنيف آخر بيقوم التصنيف ده على أساس مجموعة من المظاهر الإكلينيكية والمرضية اللي ممكن تصاحب الإعاقة العقلية، زي حالات المنغل أو اللي هو المنغولية، استقصاء الدماغ، عامل الار اتش، القصاع، صغر حجم الدماغ، حمض البرفيك، الصرع، ده نوع آخر من أنواع التصنيفات. في البعض الآخر اللي يصنف الإعاقة العقلية على أنه شخص فئة بطيء تعلم، فئة المورن، فئة الأبلة، فئة المعتوه. فئة بطيء التعلم اللي هي من 70 لـ90، زي ما قلنا اللي هي دي الفئة اللي بنسميها البين بين، دول أفراد بيقدروا يكونوا متكيفين مجتمعيا، ويقدروا ان هما يكونوا في مراحل التعليم العادية مع الأشخاص العاديين، لكن هما بيكونوا أقل منهم، يعني ممكن يقلوا عنهم بسنة أو اتنين، أو يمشي بصعوبة في العملية التعليمية بس مع العاديين. فئة المورون اللي هي من 50 لـ70، ده عنده درجة أيضا من درجات التكيف، هو أفضل من الحالات اللي أدنى منه لكنه أقل من فئة بطيء التعلم. فئة الأبلة اللي هي من زي ما قلنا من 25 لـ50، ودي بتكون فئة اعتمادية بشكل ما، لكن فئة المعتوه اللي هي من 0 لـ20، ده بيكون شخص اعتمادي على غيره بشكل كلي. التربويين صنفوا الإعاقة العقلية لمجموعة خاصة بيهم كتربويين عشان العملية التعليمية. أول فئة هي فئة القابلون للتعليم، ودي حالات الإعاقة دي بتكون نسبتهم حوالي 2.14% من إجمالي عدد السكان، وبتمثل نسبة 85% من إجمالي الإعاقة العقلية ككل. تكون نسبة ذكائهم من 50 لـ70، في نسبة الذكاء على مقياس زي ما بنقول مقياس معترف بيه زي مقياس ستانفورد بينيه، دي نسبة الذكاء. لكن نسبة الذكاء دي بتعرف لنا العمر العقلي، يعني ايه العمر العقلي للأفراد دي، بيكون ما بين 7 والـ10. يعني الأشخاص اللي هما نسبة ذكائهم من 50 لـ70، نسبة ذكاء بيكون سنهم بيكون من 7 لـ10 سنوات، لكن عمرهم العقلي هو اللي بيكون في السن أقل من العمر الزمني. الفئة دي بتتميز بأنها عندها قدرة على التعلم، وقدرة على يعني تحقيق قدر من التوافق الاجتماعي والمهني، وبيلتحقوا بمدارس التربية الفكرية، لكنهم أيضا بيكونوا محتاجين لنوع أو درجة من درجات المساعدة إذا تعرضوا لضغوط اجتماعية واقتصادية غير عادية. فئة القابلين للتعليم،
دول ممكن نلاقيهم الأطفال اللي بيحصل لهم دمج مع الأطفال العاديين داخل الروضات، قد نجدهم، لكن هيكون عمرهم الزمني أكبر من الأطفال العاديين، لكنهم في عمر عقلي يوازي عمر الأطفال مثلا في سن الروضة. يعني يكون عمرهم العقلي ما بين 4 ل6 سنوات، لكن عمرهم الزمني من 7 إلى 10 سنوات. فئة القابلون للتدريب هي الفئة الأقل، اللي هي حالات الإعاقة المتوسطة، ودي نسبتها 10% من الأطفال المعاقين عقليا. تتراوح نسبة ذكائهم من 25 ل49. قلنا أن في 85% في فئة القابلين للتعليم، لكن فئة القابلين للتدريب نسبتهم 10%. هي عندهم قدرة على التعلم، لكنها قدرة محدودة للغاية. قد يستطيعوا تعلم بعض الكلمات البسيطة، والكلمات دي بيبذلوا جهد كبير من أجل تعلمها. وهذه الفئة زي ما نقول بتحتاج لرعاية خاصة، وممكن يتم تدريبهم على مهارات العناية بالذات، ان هو يقدر يقوم بتفاصيل حياته اليومية. بنقول انه الفئة دي بيكون عمرها العقلي من 3 ل6 سنوات. فئة حاد الإعاقة اللي هما الاعتماديين، هو الفئة دي بتعتمد بشكل كلي على الآخرين في كل مستلزمات حياتهم، ودي نسبتهم حوالي 5% من المجتمع. قلنا 85% بطيء قابلين للتعليم، 10% قابلين للتدريب، 5% اعتماديين. دي كده نسبة الإعاقة، التوزيع الإعاقة العقلية. طبعا دول اللي نسبة ذكائهم أقل من 25، وعمرهم العقلي أقل من 3 سنوات، وبالتالي لا يستطيعوا الاعتماد على أنفسهم، ولا وغير قابلين للتدريب، وغير وبالتالي غير قابلين أيضا للتعليم. هما محتاجين لأفراد بترعاهم طول فترة حياتهم. الفرد بيدخل ضمن فئة الإعاقة العقلية إذا توفرت في معايير 3. أول حاجة إنه يقل مستوى الأداء العقلي لمعدل الذكاء عن 70 ل75، وجود صعوبات واضحة في مهارات التأقلم، إن الإعاقة تكون حصلت عند طفل من او عند شخص من الطفولة. طبعا احنا استعرضنا مجموعة من تصنيفات الإعاقة العقلية، وشفنا قد ايه فيها يعني اختلاف كبير طبقا لتخصصات القائمين بالتصنيف، بعملية التصنيف، وطبقا ايضا للغرض من عملية التصنيف نفسها. احنا بنعتمد على التصنيف التربوي، بنقول ان هو من انسب التصنيفات، لانه بيعتمد على نسبة الذكاء في التمييز بين الفئات المختلفة داخل الاعاقة، الا انه بيصنفهم تبع لاستعداداتهم وقدراتهم وقابليتهم للتعلم، وبيحتاج ل بيهتم باحتياجات الطفل المعاق اكتر من احتياجه او من اهتمامه بنسبة الذكاء، ويرى ايه هي البرامج التربوية الملائمة لهذه الفئة من الافراد. اتكلمنا عن اسباب الاعاقة بشكل عام، لكن كل نوع من انواع الاعاقات له الاسباب الخاصة بيه، وأيضا له وجهات النظر في هذه الأسباب. في بعض الأسباب
بقت معروفة وجلية للأفراد، وفي بعض الأسباب اللي لا زالت غامضة على الباحثين. لكن أهم هذه الأسباب هي: 1، الوراثة. وهنا بنأكد على الاضطرابات الجينية اللي ممكن تحصل، اللي فيها اضطراب للكروموسومات واضطرابات التمثيل الغذائي واضطرابات في تكوين الدم اللي هو عامل الـ RH. أيضا في مشاكل الحمل مثل إصابة الأم الحامل بالحصبة الألماني أو عدوى الزهري أو الالتهاب السحائي أو تناول العقاقير والمخدرات أو الأشعة. مشاكل أيضا أثناء عملية الولادة زي نقص الأكسجين وإصابات الوليد أثناء عملية الولادة. بنجد أن في مع الأسباب بنلاقي أن تكرار لأسباب الإعاقة بشكل عام. التهابات ما بعد الولادة والإصابات والتسمم زي الالتهابات السحائية والالتهاب الدماغي والالتهاب المخ أو التسمم بأملاح الرصاص وثاني أكسيد الكربون أو الحوادث. اتكلمنا عن تعريفات الإعاقة العقلية ونسبة الإعاقة العقلية وتصنيفات الإعاقة العقلية وأسبابها. نتكلم دلوقتي عن خصائص الأطفال المعاقين عقليا القابلين للتعلم. بنجد ان في مهم جدا للقائمين على هذه الفئة ان هم يكونوا عارفين خصائصهم بشكل جيد جدا حتى توضع لهم البرامج المناسبة لهذه الخصائص. فعندنا خصائص جسمية، عندنا خصائص نفسية وانفعالية، عندنا خصائص عقلية ومعرفية، عندنا خصائص تربوية. الخصائص الجسمية هو الطفل المعاق عقليا بيمر بنفس مراحل النمو الجسمي زيه زي الطفل العادي، لكن في بعض الدراسات اللي أثبتت ان فيه تفاوت واختلاف بينهم من حيث مستوى النمو الجسمي والحركي. تتلخص الخصائص الجسمية في ايه؟ عندهم تأخر عام في النمو، عندهم وزن أقل يميل للقصر، حجم أقل، هم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض من الأطفال العاديين. ليهم بيعانوا من فرط النشاط الحركي، بعض الاضطرابات الجلدية، بيتميزوا بوجود شذوذ في شكل الرأس والعينين وشكل الأذنين، وجود اضطراب في حستي السمع والبصر، تكاد تنعدم عندهم حاسة الشم وحاسة التذوق. بيعانوا أيضا من تأخر في المشي، تأخر في ضبط عملية الإخراج، عندهم قصور في الوظائف الحركية، عندهم قصور في عملية التوافق العضلي العصبي أو اللي هي عمليات التآزر الحس حركي. فهم بنجد أنهم أقل مهارة وتوافق حركي من الأطفال العاديين سواء من ناحية القوة أو الدقة أو السرعة. ده الخصائص الجسمية بالنسبة للأطفال المعاقين عقلياً. نتكلم عن الخصائص، نوع آخر من الخصائص، وهي الخصائص الانفعالية والاجتماعية. يتميز الأطفال المعاقين بالانسحاب. الأطفال المعاقين عقليا بيتميزوا بالانسحاب والعدوان وعدم تقدير الذات والسرحان، عندهم قابلية عالية جدا للإيحاء وسهولة الانقياد، لا يستطيع تحمل القلق والإحباط، وعندهم بشكل عام اضطراب انفعالي.
عندهم بطء في الانفعال، بطء في رد الفعل، بيغلب على سلوك الطفل المعاق عقليا اللامبالاة وعدم الاكتراث بما يدور حوله من أحداث. ممكن يكون الحدث مفرح أو محزن، لكن لا يوجد أي رد فعل لدى الطفل، أو أنه يظهر رد الفعل المعاكس للموقف اللي هو متواجد فيه. عدم الاكتراث بالمعايير الاجتماعية، وعنده ميل أيضا للسلوك المضاد للمجتمع. بنجد ان في مجموعة من الدراسات اللي كان هدف الدراسة انه يقلل من الاضطرابات الانفعالية والاجتماعية لهؤلاء الاشخاص. في احدى الدراسات هدفت لمعرفة تأثير الادراك الاجتماعي على السلوك التكيفي لدى المعاقين عقليا القابلين للتعلم، ودراسة اخرى هدفت لانها تنمي المهارات الحياتية لدى هؤلاء الأطفال من خلال إعداد برنامج أنشطة متكامل، ودراسة أخرى كان هدفها دراسة مشكلة الانسحاب الاجتماعي لدى الأطفال المعاقين عقليا. دراسة أخرى كانت بتهدف للكشف عن العلاقة بين الاضطرابات السلوكية، الانسحاب الاجتماعي والعدوان والعناد، واساليب المعامله الوالديه اللي بيتبعها الوالدين سواء من اسلوب عقاب او اسلوب حب او اسلوب ارشاد وتوجيه. علاقه المتغيرات دي ايه بالاضطرابات السلوكيه، يعني الاضطراب السلوكي بيقابله ايه في اساليب المعامله الوالديه. أشارت النتائج أنه كل ما كان الاضطراب، كل ما كان أسلوب المعاملة الوالدية، كل ما كان أسلوب خاطئ زي أسلوب العقاب أو أسلوب الإهمال، كل ما كانت الاضطرابات السلوكية أزيد عند الأطفال. من الدراسات دي بنجد أن هما بدأوا يشوفوا خصائص الأطفال المعاقين عقليا، ويهتموا بالبرامج اللي تكون بالفعل مفيدة لهذه الفئة، خصائص جسمية، خصائص انفعالية واجتماعية. نتكلم عن من المسمى إعاقة عقلية، فعايزين نعرف ايه هي الخصائص العقلية المعرفية لهذه الفئة من المعاقين. بنقول ان في بعض الدراسات اللي قالت انه ما نقدرش ان احنا نعمم خصائص واحدة على كل المعاقين عقليا، لانه ممكن بتنطبق على طفل ولا تنطبق على طفل اخر بنفس الدرجة. ومن اهم هذه الخصائص اللي هي أداء منخفض عن المتوسط على اختبارات الذكاء. احنا عندنا اختبارات بتقيس الذكاء عددها يزيد عن الآلاف، لكن في الاختبارات اللي بتكون فارقة، اللي تفصل ما بين طفل معاق طفل غير معاق أو درجة الإعاقة، فلابد أن يكون من الاختبارات القوية جدا في المجال، وزي ما قلنا منها اختبار ستانفورد بيني. بنجد ايضا ان من خصائص العقلية المعرفية لهذه الفئة الميل لتبسيط المفهومات، المفاهيم اللي بتقدم ليهم، ضعف القدرة او قلة القدرة على التركيز، قلة القدرة على الانتباه لفترة طويلة، صعوبة في التذكر السمعي والبصري، صعوبة في تكوين مفاهيم الشكل، وعندهم ايضا قصور في القدرة على الملاحظة وادراك العلاقات والاستيعاب. وبنجد ان عندهم
تدني في القدرة على التحصيل الدراسي. في إحدى الدراسات اللي هدفت لتنمية الجوانب المعرفية لدى هذه الفئة زي الانتباه والإدراك والتذكر والتخيل والتفكير والمهارات النفس حركية زي المهارات اليدوية والمهارات الحركية لدى المعاقين عقليا القابلين للتعلم. وفي دراسات أخرى هدفت لتنمية المهارات المعرفية لدى الأطفال المعاقين وأكدت على وجود قصور في مهارات التمييز البصري والسمعي والشمي واللمسي ومهارات التصنيف ومعرفة الاتجاهات. في بعض الدراسات اللي أعدت برامج لتنمية الجوانب القصور لدى هذه الفئة وكانت بتركز على أن يكون ليهم أنشطة خاصة زي اللي ركزوا على تنمية الوعي بالجسم لدى هذه الفئة وقدموا برنامج بيحتوي على أجزاء تعرف على الجسم ومسمياته اللي هي الفهم والتعبير والتعرف على الجنس سواء ولد أو بنت وتدريب للحواس المختلفة. عندنا بالإضافة للخصائص زي ما قلنا الخصائص الجسمية والخصائص الانفعالية والاجتماعية والخصائص العقلية المعرفية عندنا الخصائص التربوية. الأطفال المعاقين عقليا عندهم خاصية للتكرار بيسعى لجذب الانتباه بشكل مستمر عنده أو بيفتقد القدرة على الملاحظة التلقائية. وأهم حاجة مع الطفل المعاق في الناحية التربوية أنه جميع الخبرات المقدمة لي لابد أنها تكون خبرات مباشرة خبرات ملموسة. الطفل المعاق عقليا عنده قدرة على تكوين الرمز وبالتالي أنا لما أتعامل معاه أتعامل معاه من خلال الأشياء المحسوسة الخبرات المباشرة اللي يقدر إن هو يستوعبها بسهولة. عندنا جانب آخر من جوانب النمو وهو الناحية اللغوية فعايزين نعرف الخصائص اللغوية للطفل المعاق عقليا شكلها إيه. فبنقول ان اللغة هي بترتبط بشكل كبير جدا بدرجة الاعاقة العقلية سواء كانت درجة بسيطة او درجة عالية. بشكل عام بنجد ان هما بيعانوا من تأخر في النطق عندهم صعوبات في الكلام. اللغة بتاعتهم هي لغة نمطية لكن ده بالنسبة للإعاقة البسيطة. أما الإعاقة الشديدة فبنلاقي إن هم بيكون عندهم عجز كامل عن النطق والكلام فبيقفوا عند مجرد إصدار الأصوات اللي بتكون في الغالب أيضا أصوات غير مفهومة. وبالتالي بنقول إن المعاق عقليا هو بيعاني من تأخر واضح في النمو اللغوي في القدرة اللغوية بشكل عام وفي قواعد اكتساب اللغة إلى آخره. في بعض الدراسات اللي هدفت تنمية المهارات اللغوية والاجتماعية لدى الأطفال المعاقين عقليا القابلين للتعليم هدفت لوضع برنامج تدريبي بواسطة جلسات تخاطب لتنمية المهارات اللغوية لدى عينة من الأطفال ذوي متلازمة داون. في دراسة أخرى هدفت لوضع برنامج لتعلم المهارات اللغوية الأساسية لدى هؤلاء الأطفال. احنا عايزين نركز على حاجة معينة انه انا لما بعمل برنامج للأطفال ذوي الإعاقة العقلية فأهم حاجة عندي إن أنا بحط خصائص الأطفال دول قدام عيني عشان أعرف احتياجهم إيه وإيه اللي طبقا لخصائصهم إيه اللي يقدروا إن هما يستوعبوه وبالتالي أقدم لهم البرنامج قائم على احتياجاتهم وميولهم وقدراتهم.
هل البرنامج ده هيخلي الأطفال الطفل اللي عنده مشكلات لغوية المشكلات هتتحل؟ إذا كان البرنامج موضوع صح زي ما بنقول كده وفق للاحتياجات والميول والقدرات الخاصة بالطفل، فهيؤدي لنتيجة، مش هيخلي الطفل المعاق عقليا زيه زي الطفل العادي، لكنه هيحسن من هذه القدرات والإمكانات اللي موجودة لدى الطفل. في إحدى الدراسات الأخرى اللي اهتمت بالذكاءات المتعددة وتأثيرها في تنمية الكفاءة الاجتماعية لدى الأطفال المعاقين عقليا القابلين للتعليم، استخدمت معاهم برنامج قائم على الوعي بالجسم، ومن خلال هذا البرنامج نمت مهارات الاستماع ومهارات التحدث لدى الأطفال المعاقين عقليا. وزي ما بنقول معظم هذه الدراسات والبرامج هي أثبتت كفاءة وأثبتت النجاح، لكن هي لم تصل بالطفل المعاق إلى مستوى الطفل العادي. بعد ما اتكلمنا عن الإعاقة، خصائص الإعاقة العقلية، احنا قلنا كل مفهوم هنتناول كل ما يتعلق به من تعريفات، من خصائص، من تصنيفات، من نظريات مفسرة ليه. وإذا كنا بنتكلم عن الإعاقة العقلية فبنجد أن هناك مجموعة من النظريات اللي بتفسر الإعاقة العقلية. كل نظرية هي بتوضح جانب من الجوانب، لكن عشان نفهم الإعاقة العقلية بشكل عام هنتناول جميع النظريات، لأن مفيش نظرية هي نظرية كلية تقدر تفسر لنا بشكل كامل، لكنها بتفسر لنا جانب من الجوانب. أول النظريات اللي هنتكلم عنها في تفسير الإعاقة العقلية هي نظريات التعلم. التعلم عند الطفل المعاق زيه زي التعلم عند الطفل الغير المعاق، احنا بنستدل عليه ولا نراه بشكل ملموس، بنستدل عليه من خلال التغير اللي بيحدث في السلوك الناتج عن ممارسة الخبرة. بيظهر التعلم عند الطفل في اكتساب عادة او معرفة او مهارة او اتجاه او ميل او سلوك، سواء بالتعليم المقصود او غير المقصود. بنقول ان مفيش نظرية واحدة بتفسر لنا عملية التعلم عند الطفل المعاق او غير المعاق، لكن في العديد من النظريات اللي بتفسر لنا كيف يتعلم الانسان في ناحية من النواحي، ولا تفسر تعلمه في كل النواحي. منها نظرية التعلم بالمحاولة والخطأ، التعلم بالاشتراط، والتعلم بالملاحظة، والتعلم الاجتماعي. نقول ان اصحاب نظريات التعلم في الإعاقة العقلية كان ليهم توجه محدد في مجموعة من النقاط. هما في المقام الاول هما بيرفضوا جميع التصنيفات اللي قدمت للإعاقة العقلية او المتعارف عليها، وبيرفضوا معظم اعتبارات التشخيص وتفسير الاداء الضعيف. زي ما قلنا قبل كده في جميع التعريفات كنا بنقول اداء منخفض اداء منخفض، فهما بيرفضوا تفسير الاداء الضعيف ده، لان هما بيفسروا بانه خطأ في التعلم السابق او نقص في عملية التعلم.
بنجد ايضا ان هم بيسعوا الى استغلال العوامل البيئية وتطويعها على نحو يساعد عملية التعلم. هم بيعلوا من شأن العوامل البيئية وبيقللوا من العوامل الوراثية. بيحاولوا ان هم يقدموا لنا ما يسمى بالعلامات الصحيحة، ودي اللي بتزيد من احتمالية التعلم. العلامات الصحيحة بتوضح لنا ان في مجموعة من النتائج الفعالة للطفل ده بعينه، فاحنا نعرف ايه هي النتائج الفعالة دي عشان نركز عليها. ايضا بتركز على انه يكون في ربط بين عملية المثير بالاستجابة المرغوبة. عملنا عملية ربط بين المثير والاستجابة. ايضا عملية تعزيز لكل حاجة ولو كانت بسيطة جدا مع هذا الطفل، يعني اي درجة تحسن يقوم بيها الطفل يتعمل لها درجة تعزيز مهما كانت قليلة. تحديد الأنشطة اللي بيستمتع بيها الطفل المعاق عشان تكون هي دي مدخل للبرامج التربوية اللي بتقدم ليه واللي تستخدم كمعززات للسلوك المرغوب. في حاجة مهمة جدا بنتكلم عنها، وهي انه سواء كان تعزيز او كان عقاب لابد ان يكون يلي السلوك مباشرة، ودي حاجة بنستخدمها مع الطفل الطبيعي وزي وزي الطفل المعاق. الاتنين بنستخدم معاهم اساليب التعزيز او العقاب بعد الحدث مباشرة، لان الطفل مش هيقدر ان هو يسترجع الحدث. اذا كنت انا بسيبه بعزز حاجة حصلت من فترة فالطفل هيكون نسي او يعاقب على شيء كان نسيه، فبالتالي هو مش عارف هو بيتم تعزيزه او عقابه على ايه. وبالتالي هنا احنا بنركز على انه يكون التعزيز او العقاب فور اصدار السلوك مباشرة. يبقى احنا في اللقاء الاول لينا اتكلمنا عن الاعاقة بشكل عام، مفهوم التربية الخاصة، ثم تناولنا الاعاقة العقلية من ناحية التعريفات والتصنيفات والخصائص والنظريات المفسرة للإعاقة العقلية، وبدأناها بنظريات التعلم، ونستكمل في اللقاء القادم بإذن الله.